اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره، نقادنا الرياضيين اللي هنتكلم معاهم في ما حدث امس من او مش امس بس خلال الفتره الاخيره. ارحب بزمايلنا واصدقائنا من النقاد الرياضيين، استاذ عمر البنوب. ازيك يا عمر؟ اهلا وسهلا كابتن. كله تمام؟ كله تمام الحمد لله. ايضا نقادنا الرياضي الاستاذ خالد الاتريب. ازيك يا استاذ خالد؟ ازيك يا كابتن اسلام؟ كله كويس الحمد لله تمام. عند ونقادنا الرياضي الاستاذ عبد الحكيم ابو علم. ازيك يا كابتن؟ كله كويس الحمد لله. والاستاذ محمود شوقي نقادنا الرياضي. ازيك يا استاذ محمود؟ اهلا بيك يا كابتن اسلام. كويس، سعيد اني موجود معاك. ربنا يخليك. يعني طبعا كلنا زعلانين، كلنا اهلاويه ومتضايقين او مصريين حتى، لكن في النهايه عمر خليني ابدا بيك وخلاص. النادي الاهلي خسر هذه البطوله. كان هناك بعض الانتقاد للاداء للنادي الاهلي، كان هناك بعض الانتقاد لاداء بيتسو موسيماني، ولكن في النهايه انتهت هذه المباراه. عايزين ننظر لما هو قادم. بالتاكيد يعني اهم شيء في المرحله دي هو الهدوء. فكره ان الاهلي بمجرد ما طلع بعض الكلام انه ممكن يكون في اجتماع او غيره، الاهلي نفى بشكل رسمي انه ما فيش اجتماعات طارئه وانه مجلس الاداره لم يدعو لاي اجتماعات، وده بيأكد ان احنا عندنا هدوء في اتخاذ اي قرارات. يعني ما فيش قرارات طبعا بتناقش ولا حاجه، لكن في النهايه انه في نوع من انواع الهدوء في الوقت الحالي، وهو ده المطلوب. عمر اداره الاهلي على مر تاريخها ما خدت قرارات متسرعه، يعني عمرها ما حصلت. وبالتالي المطلوب دلوقتي انه تتم دراسه كل الامور بشكل مفصل، وخصوصا انه النادي الاهلي من قبل المباراه النهائيه هو اعلن ان عنده بعض الخطوات اللي تخص المباراه النهائيه واحداثها وقضيته مع المحكمه الرياضيه الدوليه ومؤتمر صحفي وغيره وخلافه، وبالتالي هيكون في اكيد قرارات الفتره اللي جايه بشان الاحداث اللي فاتت. خالد، برضو تعليقك بقى على المباراه امبارح وبشكل عام، يعني قبل ما نتكلم في امور فنيه. هو الموضوع المباراه اول، احنا يعني فكره ان احنا خسرنا في الملعب بس، لا احنا خسرنا في الملعب، بس عشان بس نكون واقعيين ومنطقيين، احنا خسرنا في الملعب بس كان في عوامل كتيره جدا قبل المباراه، سواء عوامل نفسيه او عوامل يعني تاثير على لعيبه النادي الاهلي، تاثير على مسؤول النادي الاهلي، وده كان مهم جدا. يعني حتى الاستفزاز للمسؤولين كان وصل لحد الدقائق الاخيره اللي قبل المباراه، فكره اللي هو انك لازم تخرج عن تركيزك في كل الاوقات، يشتت تركيزك انك ما تكونش يعني حاضر في المباراه بكل تفاصيلها. ده كان حاصل، انما لو بنتكلم على فني لا، احنا يعني انا قبل ما نتكلم فني، ما هو انا بتكلم عن اللي حصل خلال المباراه اللي خلانا نروح بعد كده جانب الفني. هذا ليس تبريرا للمره المليون اهو، هذا ليس تبريرا، ولكن كل الاحداث اللي حصلت ما قبل ال 20 او ال 22 يوم ما قبل المباراه، منذ ان اعلن الاتحاد الافريقي عن ان المباراه ستقام في المغرب، اعتقد ان حاجات كثيره جدا الستيبس اللي او يعني الامور اللي حصلت خلال هذه الفتره لغايه موعد المباراه كلها تؤدي الى هذا الشكل. بالظبط، يعني احنا انا شفت فكره ان اللعيبه نازله المباراه تقريبا اول ربع ساعه احنا ما كناش موجودين كتركيز، يعني ذهنيا يعني تحس ان في خطوه متاخره عندنا، دايما في ديلي في الـ في الـ في حركه لعيبه النادي الاهلي. تحس ان هم مش موجودين في الملعب، يعني الاهلي بدا يدخل وبدا يحس بالصدمه او بصدمه الهدف الاول، ده بدا يحس لعيبه النادي الاهلي ان انت دخلت مرحله الخطر. وده سببه كل الاحداث اللي كانت قبل المباراه. والحقيقه هنا ما تفهمش يا كابتن، انا مش فاهم فكره، هل كان النادي الاهلي في الظرف ده، لعيبه النادي الاهلي الظروف اللي احنا فيها، هل كان في المفروض يكون في اعداد نفسي مختلف عن الاعداد النفسي لمباراه؟ ما هو برضو البعض، برضو خلينا نتكلم في هذه، يعني انا شايف ان الموضوع يا كابتن اسلام، لا يعني اعتقد ان كان لابد ان يكون في استعداد نفسي اكتر من كده. تمام، لكن برضو خلينا نتكلم، بما انك بتتكلم في هذه النقطه، ما هيقول لك ما احنا في 2006 انت لعب قدام 100 يعني او 70 60 الف في 2006، ما تقوليش اختلاف اجيال وكذا، في الاخر هي كوره وتكتيك وبتاع، لكن اقصد اقول لك ان الكلام اللي بيقوله خالد ده برضه خلي بالك وجهه نظر. ايوه بس في حاجات كتيره يا كابتن اسلام، يعني احنا ما ينفعش نختصر الموضوع. انا برد، خلي بالك انا بقول على، لان الناس بتقول كده، جمهور النادي الاهلي بيسال هذا السؤال يعني. تمام، فبيقول البعض بيقول مثلا ان الاهلي لم يكن ذهنيا في افضل احواله وكان يجب ان يكون هناك تعامل اخر، فيترد عليه يقول له طب ما انتوا لعبتوا في 2006 ضد بلاش 2006 في 2012 في المغرب، في قصدي في تونس وهكذا. طيب خلينا نتكلم بس في حاجات مهمه جدا في الموضوع ده، واهمها ان
انت ما تحاسبنيش على التسعين دقيقه اللي في المباراه. وانا هنا مش بتكلم عن الاحداث اللي سبقت القرار بتاع الكاف وان الماتش يروح للدوله اللي هي فيها طرف منافس. انا بتكلم على عدم وضوح رؤيه. يعني انا لعب 3 مباريات في 9 ايام قبل الفاينل، وكنت لحد اخر لحظه مش عارف نفسي هلعب استن ولا مش هلعب. ده ضغط على اللعيبه، افقدتك بعض اللاعبين، انك اتصاب منك لعيبه ورحت. عمرو السوليه ده واحد من ضمن العناصر انت فقدتها في المباراه، ما كانش جاهز بشكل كامل. اثر نفسيا طبعا، اثر نفسيا وفنيا وتكتيكيا. صحيح طبعا، اجهاد ثم تريح، اجهاد تريح، انت مش عارف نفسك فين الجدول، الامور مش واضحه. انا الناس هتقول لك ايه؟ لا انا مش على فكره، انا على فكره مش بوجد مباريات، انا زعلان. انا زعلان من لعيبه الاهلي عشان منطقيين، مش لان انت مش ده الروح. انا مش بتكلم هنا فن، بتكلم عن الروح. انا كنت عايزك تلعب بالروح بتاع النادي الاهلي المعروف عنها، وبعدين تخسر او تكسب. طب ده الكلام اللي بيقوله خالد بقى، تخسر او تكسب مش مشكله، لكن جزء منها ان انا بلعب 3 او 4 مباريات في 12 يوم، بعد كده تريحني، بعد كده العب افريقيا، بعد كده ارجع. والفرقه دي يا كابتن اسلام بقى لها سنتين او سنتين ونص بتلعب بهذا الشكل. مفيش راحه. صح. يعني انا برضو مش بحط مبررات عشان بس الناس تبقى فاهمه، انا بقول للمره الثانيه والثالثه. احنا قلنا العنوان العريض ليس هناك مبررات. بس عشان نقدر نتكلم براحتنا، زي ما حضرتك اتكلمت على مثلا ان احنا بنقول للاعبتنا لا خلي بالكم، بس في نفس الوقت اديني حقي، اديني حقي، عاملني عادل. دلوقتي حضرتك تعال شوف الدوري الانجليزي والالماني، الجدول كله معلن بتاع السنه كلها هيبدا امتى وهينتهي امتى، هتلعب كل قد ايه وهتعمل كل قد ايه. على فكره على فكره لا ده جاي يحلم النهارده. لا انا ما كنت احلم النهارده صحيح. لا الموضوع مش كده قوي يعني. ما هو انت بتحاسب يا كابتن، تعالى جهاز فني، حضرتك مثلا مدير فني عايز تحط اعداد للاعيبه، انا حاسب لعيبتي دي ازاي؟ صحيح تعملهم لا برنامج بدني ازاي؟ فاهم ده اللي انا بقوله لك. يعني انا خلاص، يبقى هو ده بقى الكلام اللي خالد بيقوله. ما هو احنا بس عشان نوصل لشكل معين محمود ان احنا نقدر نتكلم فيه، وهقول لك على الجانب الاخر برضه. ما هو لازم كلنا نعرف لما تيجي نتكلم نقول ان هذا الجيل من اللاعبين عمل كل حاجه. صحيح. خد 3 عالم، خد بطولة افريقيا مرتين، 3 عالم ماشي، مرتين 3 عالم، واثنين سوبر افريقيا، واثنين دوري ابطال، واثنين دوري ابطال ودوري مش عارف كم مره وكذا. وكاس مصر. محمد هاني ده اللي ممسوك متقطع من امبارح لغايه النهارده. محمد هاني ده في ماتش بايرن ميونخ قال لك ده احسن باك رايت في العالم، فاهم؟ انا اقصد اقول لك انه، وما حدش يزعل مني يا جماعه ان انا بقول الكلام ده، لانه الكلام ده لازم يتقال. ما هو مش ده اللي بيحصل. مزبوط. مش ده اللي احنا شايفينه. مزبوط. بيحصل على السوشيال ميديا، مش ده اللي بيحصل من امبارح للنهارده. مزبوط. وفي كل البرامج ان في اخطاء من فلان وفلان وفلان، فاحنا بنرد على هذا الكلام. الجانب الاخر يقول لك طب ما اللعيبه دي هي اللي جابت لك كل حاجه، وتعبانين زي ما حكيم بيقول يا محمود. هترد على الجنب ده هتقول ايه؟ بص يا كابتن، حضرتك قلت هي ليست مبررات، واحنا هنوصفها كده، هي فعلا مش مبررات، ولكن في اسباب بتؤدي النتائج. ده اللي اتعلمناه طول حياتنا. صح. انا شايف ان كل اللي احنا بنقول عليه مبررات هي اسباب في الاساس. اسباب طبعا. نعم. بص يا كابتن اسلام، اداره قناه الاهلي قررت النهارده ان حضرتك تطلع حلقتك لمده 10 دقائق، وبعد الحلقه قالت لا اداره القناه بقى لا الحلقه ضعيفه جدا ومساحتها ضيقه والضيوف ما لحقوش يتكلموا والجمهور ما استمتعش. طب مين اللي ادى القرار بالعشر دقايق؟ بالظبط كده. اللي بيحاسبك قبل الحساب اديني مباراه محايده. حضرتك ضربت مثلا بتقول ان لعبنا قدام 2006 قدام جمهور عريض مثلا، يعني في 2012 2008 ورحنا القطن الكاميروني. حضرتك نسيت نقطه مهمه جدا. ان دي كانت ذهب وعوده. طبعا طبعا، دي نقطه في غلط. لا يعني هو بيتكلم على 2006 تحديدا، لان انت اتعدلت هنا يعني واحد اوكي بس برضه كان ذهاب وعوده. كانش فيه لغط قبلها، كانش فيه لغط، كانش فيه احساس بالظلم. كان ده لما ملعب ماتش نهائي، ده اللي تلفي النفسي بقى. ماتش نهائي اوحد اوحد بيحدد مصير بطوله وكاس وتاهل لكاس العالم. وتوديني لملعب الخصم، انت بتفقدني واحد من اهم الاسباب الحياديه اللي تؤدي للبطوله. اوكي. وفي الاخر دي تحاسبني، وبرده هنكرر نفس الكلام. وده عن قناعه بالمناسبه، انه هل في تقصير من الجهاز الفني للاهلي بقدر موسيماني؟ بالتاكيد. ما اي حد اتغلب هيبقى عنده تقصير. هل في تقصير يعني؟ وزي ما زميل عبد الحكيم بيقول زعل من لعيبه الاهلي بلا شك طبعا، ولكن في اسباب كتير جدا يا جماعه تخلي تقصير اللاعبين والجهاز الفني رقم 9 و10 في الاسباب. في قبلها 8 اسباب كارثيه. برافو عليك. ادت الى 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 هذا هذه الخساره وهذا الشكل. اسباب الكارثيه اللي تخلي النهارده الصحف الجزائريه والاعلام الجزائري زعلان وغاضب من تصريحات رئيس الاتحاد المغربي. بالمناسبه برضو عشان لازم اقول كل شويه هذا الكلام، بما اننا هنتكلم على تصريحات الاستاذ فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي،
اللي قال فيها لجريدة الصباح كلام كتير جدا انا اتكلمت فيه مع الجمهور من شويه. صحيح. اتنفى هذا الكلام من المتحدث الاعلامي او المتحدث الرسمي باسم الاتحاد المغربي، اتنفى رسميا قال ان هو ما قالش كده تماما. لا بس لا ما قالش تماما لانه جه في اخر فقره في النفي وبينفي نفسه، يعني اللي هو قال انا رديت على صحفي مغربي بالتاكيد على ان عصر الفساد في عصر حياته انتهى ولا يعود. يبقى قال. طب ومين اللي كان خلاص خلصت؟ لا اصل السؤال يا كابتن اسلام مين اللي كان بيفوز في عصر حياته؟ لا, لا انت اعلاميا انت بتقوم بدورك مظبوط ان انت لازم تقول النفي طالما صدر بشكل رسمي، ولكن هو بينفي قال نفس الجمله اللي انا قلتها من شويه. ليه؟ اللي انتهى عصر حياته اللي كان مليء بالفساد. اوكي. هو مين اللي كان بيكسب ايام حياته؟ مين؟ مصر وتونس. مصر وتونس. اللي هو كان اتكلم عليها ما قبل النفي. يبقى حتى هو بينفي بينفي نفسه بشكل غريب جدا. انا شايف مش مقتنع بالنفي طبعا تماما. وكمان انا مش منتظر تصريحات يا كابتن اسلام. مش منتظر تصريحات مثبته او منفيه. انا ليا شواهد وقائع وشواهد حصلت. فوزي لجع استخدم نفوذه لنقل المباراه الى ملعب غير محايد وده اللي حصل. أيوة. الاهلي تضرر من اللعب في ملعب غير محايد. كل ده ادى اولا الى خساره اللقب قبل ان تلعب. هو انت لكن في سؤال يا كابتن اسامه، هو محمود قال كلمه كويسه، هرجع لك محمود. هو محمود قال كلمه كويسه جدا ان قال لو في هناك 7 8 10 اسباب ادت الى خساره النادي الاهلي بالفعل ومليون في الميه، هي سبب رقم 7 و8 او 8 و9 بالظبط، يكون فنيا من اللاعبين جوه الملعب بالزبط. ومن المدير الفني. اذا في 7 اسباب، قائمه طويله. قائمه طويله. في مشهد ممكن نقف في مشهد ممكن نقف عنده شويه يلخص لنا الحكايه. عارف اللي هو على طريقه يكاد المريب ان يقول خذوني. انك تلاقي انفنتينو الدكتور باتريس موتسيبي الاثنين هم اللي رايحين للكابتن محمود الخطيب وهم اللي رايحين يسلموا عليه، وهو كان متجاهل الموقف باعتبار ان هو واخد موقف من عدم الحياديه اللي حصلت. سلم على الاثنين وقال لهم ان ده مش عدل، والاثنين بيحاولوا يطيبوا خاطره اللي هو راجل واخد موقف منك لان انت عارف ان انت عامل حاجه غلط. انت لو يعني شفنا تتويجات كتير وخسرنا بطولات قبل كده زي ما كسبنا بطولات كتير، خسرنا بطولات في بعض الاحيان على طريقه معلش سامحني ما تزعلش مني يعني بالظبط. لكن تعالى شوف المشهد ده غصب عني والله يعني. المشهد ده اللي هو بيقول لك ايه معلش ما تسيبها لنا المره دي يعني غصب عني انا مخصوص انت خدناها مرتين يعني سيب لنا البطوله الثالثه. هو مفيش حاجه اسمها كده في الدنيا. انا بشتغل الناس لازم تنظر لكره القدم على فكره يا استاذ عمر. ده في مشاهد صغيره جدا يا كابتن اسلام بتبين لك احنا كنا فين. انت الطبيعي في البروتوكول بتاع النهائيات رئيس النادي رؤساء النادي الاثنين منافسين، لو رئيس الاتحاد القاري بس اللي موجود في حياتي سيبك يعني في حياتي ما شفتش استقبال بالشكل ده. لا ده في المقصوره يا كابتن. انا هقول لك حاجه من يعني جوه. هل ده ممكن يحصل يا جماعه؟ سافرنا كتير وحضرنا سافرنا من واحنا لغايه دلوقتي. هل ده ممكن يحصل في اي حته في مصر؟ هل ممكن يكون رئيس نادي الوداد واعضاء مجلس ادارته موجودين داخلين استاد القاهره يتم ايقافهم؟ مستحيل. لا ده اللي حصل جوه الملعب اكتر. انت عارف مجلس اداره النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب رئيس النادي اللي هو احد طرفي النهائي، الطبيعي بروتوكوليا لو رئيس الاتحاد القاري ممثل الدوله المضيفه رئيس النادي اللي هنا رئيس النادي اللي هنا، ولو رئيس الاتحاد الدولي موجود يبقى موجود. كابتن محمود الخطيب والوزير عمرو فاروق المهندس خالد مرتجي قاعدين في الصف الثالث. الصف الثالث احمد مجاهد مع كامل الاحترام ليه يعني انا مش بتكلم بذم فيه، احمد مجاهد ليس له منصب حاليا قاعد في الصف الثاني عشان هو مدعوم للاتحاد المغربي. ده عايز اوصل لك رساله ان انا حاطك هنا في الثالث. انا قصدك يعني المهندس احمد مجاهد ملوش تايتل حاليا لا في الكاف ولا في اي حاجه على فكره شخصيا كل الاحترام، لكن هو حاطه في الصف. لا حضرتك بتتكلم لا يعني بروتوكوليا كابتن خطيب المفروض يبقى في الصف الاول. انت حاطط الكابتن خطيب والوزير عمرو فاروق والمهندس خالد مرتجي صف. لا كل الاحترام بس هو برضو احد الاسباب اللي احنا فيها دلوقتي. مش مختلف معاك يعني تمام في يعني كذا حاجه يا كابتن. تقول المنظر اللي حصل بره. لا انا بالنسبه لي منظر كارثي. بص هقول لحضرتك حاجه، اللي انت عمال تقوله كله ده كوم وان انا اشوف لو جبته لنا معلش في لقطه كده يا سمير اعضاء مجلس الاداره تخيل حضرتك داخل القناه واحد يقول اكبر يقول لك انت مش هتخش. ده نضيف عندك. لا مش هتخش برضه. لا مش هتخش. لا هل ينفع يا فندم الشكل اللي احنا شايفينه ده؟ انا مش ضيف يا محمود. انا مش ضيف صحيح. برافو عليك خالص. انا زي الناس.
محايد. ايوه بالظبط. على فكره في حاجه الوداد بيلعب محايد يعني المفروض ده برافو عليك. المفروض الامن اللي واقف على الملعب ده هو امن الاتحاد الافريقي. ما هو حولوها لضيف. ان انا بقيت ضيف لانه ملعب غير محايد. وهل المنظر ده ينفع ان انت الناس بتمشي في الشارع تلف من بوابه لبوابه؟ مش ممكن يا جماعه. انا في حياتي ما شفتش كده. انا يعني انا بدعي ان انا سافرت كتير وحضراتكم سافرتوا كتير ورحنا وجينا مع بعض وعملنا وبتاع. انا ما شفناش في حياتنا مثل هذا الشيء. يا كابتن اسلام، بعثة تونس، بعثة النجم الساحلي في 2007 حاطت على بطولة دوري ابطال افريقيا مثلا من ملعب استاد القاهرة في واقعة شهيرة جدا كان بطلها عبد الرحيم العرجون. ورغم ذلك البعثة الرسمية، انا كنت فاكر، كنت موجود وفاكر اللي حصل، وفي بعضهم كمان غادرنا الاستاد مع بعض بعد الماتش، والناس شكروا الجانب المصري والنادي الاهلي بعد المباراه. سيبك من هم وهم ماشيين وهم داخلين، ما حصلش اي حاجه. انا كنت بلعب فمش عارف. لكن انا متاكد مليون في الميه ما بنعملش حاجه. الكلام ده 2007 ما بنعملش الكلام ده خالص. احنا ما بنعملش الكلام ده. فهو ده اللي مخليني من جوه عندي يعني زعل. مراره وزعل وكلنا واحنا بنتكلم شايفين هذا الامر، لانه في النهايه موضوع صعب يا خالد. ولكن كيف هيتعامل من وجهه نظرك بص يا كابتن النادي الاهلي الفتره القادمه؟ عايز تقول حاجه قبل في اللي فات الاول؟ هو انت احنا عايزين نتكلم عن موضوع فوز الزلج بعد اذنك. على يعني بس عاد تخلص معاه نتكلم طبعا. موضوع فوز الزلج ده حاجه طبعا نتكلم عنه. الفكره كلها ان الكل اغلب القاره دلوقتي بيستغل طبتك للاسف، وبيستغل انك كبير، وبيستغل انك بتتصرف تصرفات كبار. ودايما لما بتقول له انا بعاملك كذا وانت بتعاملني كذا يقولك ده شيء يخصك انت، انا عندي اسلحتي اللي بقدر اكسب بيها. اذا انا ما بقولش ان احنا نتدنى في التعامل لهذا المستوى. انما لابد ان احنا ما نكونش مسلمين الى هذا الحد. يعني لابد ان يكون في حاجه اسمها، مش هقول معامله بالمثل لانك مستحيل هتنزل للمستوى ده. انما لا، ما هو ما تعاملنيش نص نجمه وعاملك خمس نجوم. لا. يعني لابد ان يكون في إعادة لتقييم الأمور في التعامل حتى مع الناس. الراجل بتعمل بيانات يقول لك أنتوا بتعملوا بيانات. بيانات ليه؟ طب نعمل إيه؟ طب أنا أعمل إيه؟ أنا خاطب جمهوري إزاي يا فندم؟ يعني أنا بطلع من خلال قناتي أقول إن أنا عايزه، وبطلع من خلال المركز الإعلامي أقول اللي أنا عايزه، وبطلع من خلال البيانات اللي بتتوزع على الناس عشان مصر كلها تشوفها. أعمل إيه؟ طب أقول لجمهوري إزاي؟ يعني أتكلم عن مش عارف. ده الكارثة الأكتر من كده، إن إحنا لما كنا بنتكلم في حق النادي الأهلي ونتعصب في أي مكان يقولك انت كده بتولع الدنيا، انت كده بتزيد التعصب بين الشعب المصري والشعب. احنا بنتكلم عن حق النادي إيه؟ الاهلي وما يحدث مع النادي. هو انت عايز تعمل كل اللي انت عايزه وانا ما اقولش ما تتكلمش خالص. لا تعجبك يعني اضربك وما تقولش اي. يعني هو كده مالكش حق. اضربك ما تقولش اي. اضربك ما تقولش اي. خش بقى على فوز الرقجع. انا فوز الرقجع رئيس الاتحاد المغربي، اللي لازم نقول ان تم نفي هذه التصريحات اليوم من المتحدث الرسمي للاتحاد المغربي، وقال هذا الكلام ما تقال. بس في اخر فقره قال ايه برضه؟ وفي اخر فقره رجع قال زي ما الاستاذ محمود شوقي طيب قال من شويه. انا بس عايز، هو قال لك ايه جمله؟ قال لك ان الفساد اللي كان بيتم انتهى بلا رجعه. تمام؟ طيب اوكي. الفساد اتكلم عليه كان في عهد، المفروض طبقا اللي انا فهمته من اللي اتقال، اللي اتنفى بس اخر فقره بتثبته، كان في عهد الكاميرون عيسى حياة. اللي اتقال فين؟ النفي ولا الحقيقه؟ في النفي، ما الاثنين اكد. هو بس النفي دلوقتي بقى، خلي في النفي. اتكلم في النفي ده. في النفي. اوكي تمام. قلت ان الكلام ده تبقى لروايتك ان تم في عهد عيسى حياته. طيب الكلام ده انت على ما اعتقد الطرف اللي كان بينافسك، لان انت قلت الكلام ده قبل الماتش اللي هو النادي الاهلي. طيب النادي الاهلي بعد عيسى حياته، انا هكلمك في اخر ست سنين، انا وصلت خمسه فاينل بعد عيسى حياته. بعد عيسى حياته اللي انت بتقول عليا بقى ايه؟ انت عصب الفساد. منهم اتنين فاينل انا خسرتهم، بالفاينل التالت ده انا خسرتهم بفعل فاعل. اللي انت بتعمله بفعل فاعل باللي هم بيتعمل. الوداد 2017، تونس الترجي 2018، وانا كنت موجود في الواقعه واللي حصل فيها يعني يحتاج كتب. الفاينل التالت اللي حضرتك بتكلمني عليه. فانت في الفتره اللي انت بتقول عليا الفساد انتهى، انا واخد خمسه، وصل خمسه فاينل، واخد بطولتين دوري ابطال، واخد اتنين سوبر افريقي، واخد اتنين برونزي كاس العالم. بمناسبه السوبر الافريقي، الطبيعي من ساعه ما انشات البطوله ان انت بتلعب في ملعب افريقي صاحب دور الابطال. دور الابطال تمام. صح. قبل ما الاهلي يلعب بسنه كان الزمالك، انت غيرت اللائحه عشان طرف مصر ابتدى يبان وابتدت الانديه المصريه تبان، وديت نلعب في دوله محايده زي قطر، ولها كل الاحترام، خدت العقد 3 سنين، وانا مش مختلف على كده. فمين الفساد اللي حضرتك بتتكلم عليه؟ بتشاور على مين في الفساد؟ الفساد ان حضرتك كسبت لقبين من الاهلي
مش هنتكلم يعني. وقع كابتن عماد بيتعب معروفة جدا في 2017 واضحة جدا، بكار جسامة الشهيرة، والسنة ده هو انت خدت الماتش. طب خلي حد يطلع يقول لنا التصويت على ان الماتش يروح لاستاد محمد الخامس، محدش يقول لك. قول لي التصويت كان يمكن، محدش يقول لك. خلي راجل، خلي راجل. انا قلت، انا قلت الكلام ده والناس طلعت هجمتني، قالت لي انت بتقول ايه، انت تعرف حاجه على الاتحاد الافريقي؟ هو انت مش ده في نقطه ثانيه ده في نقطه ثانيه في بلد، في اتحاد قاري في العالم بيدي ملعب استضافه 3 سنين ورا بعض، 3 سنين ورا بعض. الناس بتقول لك سنتين. لا محمد الخامس في 2020 اللي كان ماتش اهلي وزمالك، كان الطرفين مغاربه ومصريين، كان تم الاتفاق وقتها عليه يا كابتن لو حضرتك تفتكر، ان لو الاهلي والزمالك صعدوا يلعبوا في القاهره، لو الاثنين مغاربه يلعبوا في المغرب، باذن انت كنت مدي محمد الخامس الاستضافه واديته 2021، بس للاسف للاسف كايزر تشيفز، كايزر تشيفز طلعك، و20 و20 22 اديته لمحمد غامدي. هل ده ينفع؟ انا قلت، انا قلت فكره ممكن ما اعرفش عليها. انا بس معلش كمان، فين الفساد بقى اللي اتكلمنا عليه؟ فين الفساد؟ قول لي فين الفساد؟ مين اللي حضرتك المتضرر؟ اللي خسر ثلاث القاب بفعل فاعل، ولا حضرتك اللي كسبان القاب؟ مش عايزين نتكلم، انت ماتش نهضه بركان الاخير اللي كان في الفاينل بتاع الكونفدراليه، الناس كلها شافت اللي حصل فيه. يبقى فين الفساد؟ بس هقول لك كابتن اسلام برضو على ذكر القصه وبالقياس بنفس الطريقه وبنفس الكلام اللي اتقال في البيان او نفيه او التصريحات او نفيها، هو ايه حكايه نادي نهضه بركان؟ نادي نهضه بركان مرتبط طول عمره بوجود فوزي الاقشع من ايام ما كانوا بيلعبوا فينا يا جماعه في الهواه. يعني نادي كان بيلعب في درجه الهواه، لما ظهر فوزي الاقشع ومع رحله صعوده، هي رحله صعود لنادي نهضه بركان في نفس التوقيت، فجاه من نادي في الهواه لنادي بينافس على البطولات في المغرب وبياخد كونفدراليه وبيتم ترتيب كل الامور له بشكل غير منطقي. فلو هنتكلم على ان الفساد ان مصر وتونس بيكسبوا او انديه مصر وتونس او منتخبات مصر وتونس، طب هو ايه اللي بيحصل في نادي نهضه بركان؟ اللي يعني حتى نهائي الكونفدراليه، الصعود المره دي زي ما حضرتك قلت في ماتش المصري او غيره او غيره، ده الفاينل، ده ضربه جزاء واضحه وضوح الشمس، كل القرارات التحكيميه كانت مثار جدل. طب انت ايه حكايتك مع نهضه بركان؟ وبعدين ايه الصعود الفظيع اللي حصل فجاه ده؟ مع الاحترام طبعا لكل نادي من كل طبعا ده لا ينفع علاقتنا بالوداد والوداد طبعا طبعا، لكن انا بتكلم في ان ما عندناش مشكله في النادي ياخد، بالعكس لو حتى ياخد 150 بطوله ولا حتى مش مشكله، لكن اقصد في حته انك بتتهم علامه استفهام يعني انت بتتهمني بالفساد ليه يعني، او بتتهم الكاف بالفساد ليه؟ ده ذكاء كبير جدا من فوز الاقشع على فكره، اللي هو ما هو عشان تبقى فاسد لازم تبقى ذكي جدا. أوكي. تمام، فمن الذكاء ده بشكل عام، انت بتتكلمش على حاجه انت بتتكلم بشكل عام. تمام، فمن الذكاء انه خلى الاعلام المصري كله، الاعلام المصري كله بلا استثناء، يتناسى فكره او ينسى او يغض الطرف شويه كده عن الكوارث اللي حصلت، وان احنا نتكلم في كل كوارث، وما بتكلمش علينا احنا، انا بتكلم على كل السوشيال ميديا دلوقتي موجهه الكلام كله على تصريح فوز الاقشع، وان احنا قاعدين بننفي عن نفسنا اتهام قد يكون هو الاول فيه. معلش يا كابتن سيد تسمح لي في حاجه، لا بس ما حدش بينفي التهام يا لا 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 بالعكس، احنا بنرد على احنا بنرد على 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 حاجه هو طلعها بمزاجه ونفاها بمزاجه والموضوع انتهى بالنسبه له كده. اوكي، انما هو لا، هو في قمه الذكاء بصراحه. هجوم بشوفه على مجلس اداره النادي الاهلي خلال هذه الفتره، ايه رايك؟ والله قبل ما اتكلم على الهجوم على المجلس، يا ريت عندنا فوز الاقشع، يا ريت عندنا فوز الاقشع. احنا قعدنا نهاجمه كتير اهو، رب ضربه تعظيم سلام اللي عمله لبلده، عمل حاجات بصراحه ما بتعملش. هذا المهندس الزراعي، هو مهندس زراعي بالمناسبه، فوز الاقشع. هذا المهندس الزراعي ادار الكره الافريقيه في الفتره الاخيره بمهاره فائقه. هذا المهندس الزراعي خلى الاهلي يدفع ضريبه اتفاقيه الرباط بشكل واضح اهو، صحيح. مارس 2021 اتفاقيه مشبوهه وديه، وديه مشبوهه، اتت ببعض المسؤولين عن الكره الافريقيه، كنا نتوسم فيهم خيرا. للاسف الاهلي اول من دفع ضريبه اتفاقيه الرباط في الوقت اللي الناس كانت بتهاجم مجلس اداره النادي الاهلي، وانا هنا مش في معرض الدفاع عن مجلس الاهلي، لا لا، وانا الاهلي لديه الكثير من الدفاع عنه ومجلسه لديه الكثير من الدفاع عنه، ولكن شهاده للتاريخ. وانا بسال نفس السؤال، انا لو كنت مسؤول داخل مجلس اداره النادي الاهلي كان ممكن اعمل اكتر من كده؟ ما تطلعش بيانات، هو بيقول يعني الجمهور مستني مني تفسير، لازم اطلع بيان، لازم. برافو عليك. طب هو الناس كانت منتظره يا كابتن اسلام، منتظره فيديوهات مثلا نشتم فيها الاخر؟ مش عارف،
مش نادي الاهلي. هذه ليست سياسه الاهلي. سياسه الاهلي دايما ان الكابتن محمود الخطيب بيكلف في الجهاز الاعلامي التابع للنادي بصياغه بيان يعرض على مجلس الاداره الاعتماد ويخرج للجمهور. لا لا قول لي تاني والنبي الموضوع ده. الناس فاكره ايه ان هو يعني الكابتن بيبقى قاعد كده يفكر يوم جاي. لا لا ده كمان بيروح مناقشه مطوله في ده بيروح مرحله تانية. بيروح صيغه قانونيه بخلاف طبعا طبعا ده بيروح صيغه قانونيه مناقشه مطوله داخل المجلس استعراض الامر والكابتن الخطيب بالمناسبه احيانا وكثيرا بيتكلم اخر واحد يستمع المجلس الاداره بالكامل يخرج راي يكلف اداره الاعلام بسياقته يعرض على شؤون القناه زي ما حكيم بيقول ده بيحصل كتير جدا المستشار القانوني قبل ما يتبعت تاني لاداره الاعلام تتولى النشر ثم ينشر دي الطريقه المثلى والمناسبه الدول بتعمل كده المؤسسات الكبرى بتعمل كده الناس كانت منتظره ايه من مجلس اداره الانديه الاهلي ان هو يخرج على الناس بفيديوهات سباب لهذا او ذاك استحاب الاهلي لجأ للطرق القانونيه انا كويس انت بتتكلم عشان انت فتحت الموضوع ده بس كويس عشان ده موضوع مهم جدا نفتحه عايز تقول حاجه ثانيه بالنسبه للطرق القانونيه الاهلي طلع بيانات ده بالنسبه للاعلام تناول الاعلام لكن الاجرائي والاداري الاهلي لجأ للطرق القانونيه لمن يشكو في نقطه ثانيه الاهلي شكا كابتن اسلام للطرف او للجهه المسؤوله عن فض المنازعات للمحكمه الرياضيه الدوليه كونها ما استجابتش او رفضت او حكمت للاخر كونها ما استجابتش المحكمه الرياضيه للعدل والحق وحكمت للاخر ده مش ذنب الاهلي الاهلي لجأ للطريق انا دلوقتي لو اتخانقت مع كابتن اسلام هروح فين اسم الشرطه او المحكمه صح الاهلي عمل كده راح للمحكمه كل المحكمه حكمت مش خلاص هي حره لكن الاهلي ماذا قصر الاهلي ده سؤال انا نفسي الناس تجاوبني عليه وفي سؤال ثاني بعض المجلس اداره النادي الاهلي بعض المطالبات بانسحاب بانسحاب الاهلي والناس عارفه عشان دي نقطه مهمه جدا لا لا معلش عشان دي نقطه مهمه جدا وانا فضل. وانا قاصد برضو ان انا اتكلم فيها لانها عشان نبقى فتحنا كل نقطة حاجه خطيرة انا ان نقطه خطيره جدا انت كنت عايز تقول حاجه لمحمود ان فكره اصلا هو انت بتشتكي من ايه ده انت بتشتكي اصلا من حاجه غير منطقيه فانت ازاي مش عايزني اطلع بيان وانا اصلا بشتكي من حاجه غير منطقيه انت رحت لعبني ماتش فاينل بتقول انه محايد في ملعب منافس يعني عايزني ما اتكلمش او ان انا المفروض اطلع اقول للجمهور ايه صحيح يعني انا بشتكي اصلا أيوة. من حاجه غير منطقيه يا جماعه ومين اللي نشر نتيجه الحكم يا كابتن الكاف الافريقي الاتحاد طب الاتحاد الافريقي ده جه نزاع معايا يعني انا بشتكي الكاف انت اللي تنشر انت اللي تنشر الحكم اللي انا فاهمه ان لازم الكاف اساسا كان يوافق على ان النادي الاهلي يروح عشان التحكيم بغض النظر بس مش انت اللي تعلن يا كابتن انا مشتكيك انت بس بقى ده انا بقول لك دي علامه استفهام دي علامه استفهام مظبوط ما هي مرحله علامات الاستفهام مرحلة لما انا بقى بشتكي حضرتك يا كابتن وانت حضرتك المحكمه تحكم حكم حضرتك اللي تقوله طب ده فين المنطق ما هو ده كده لو حكم لا بس هو برضو لو الاعلان مخالف اعتقد كان وصل اكيد لا طبعا لو مش مخالف لا هو مش مستحيل يعني لا هو مش مخالف ده ضمن الحاجات النزاهه اللي بيطالب بيها فوز الاقجع ما ده اللي بتكلم عليه ما فوز الاقجع حضرتك بالمناسبه عشان نقدر نتكلم بشكل كويس عن موضوع الانسحاب واعرف رايكم في هذا الامر خلينا نطلع فاصل وبعد الفاصل هنرجع نكمل كلامنا عن ما حدث في النهائي الافريقي اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين عمر هبدا بيك وهاخد راي حضراتكم كل واحد فيما في كلمه الانسحاب او اللي بيقول ان احنا كان يجب ان احنا ننسحب من النهائي الافريقي على فكره ده مش راي ده راي بعض عشان ناس بتتكلم في هذا الامر مش واحد انا ما بتكلمش على بوتريكا بس بتكلم عن مجموعه لا انا ضد الانسحاب يعني كمبدا من اي مواجهه اوكي حتى لو ان الظروف لم تكن يعني مواتيه ولا حياديه وغابت غاب تكافؤ الفرص وكل شيء لكن ما انسحبش لانه انا لو انسحبت انا كاني قدمت الهديه ليهم اللي بيدوروا عليها هو كان كل اللي بيدور عليه من كل المضايقات دي ايه انه عاوزني ما اخدش البطوله فانا اروح قايل له والله طب انا هروح اقعد في البيت بقى والسلام عليكم فهو هيجي البطوله دي بس كمان خلي لا هيجي بقى يعاقبني بقى هيجي يعاقبني بغرامه مغلظه هيجي يعاقبني باستبعاد على الاقل 3 سنين من مشاركه في البطولات صحيح. انا كنادي على الموضوع القانوني انا كنادي كمان عندي مشاكل يا جماعه لازم نتعامل مع كره القدم باعتبارها صديق. صناعه وبتدخل فلوس النادي الاهلي بيصرف بيجيب لعيبه بيتعاقد مع مدرب بيتعاقد مع اجهزه بيوفر لهم كل اللوجستيات ليه علشان هيكسب فلوس من ورا ده لما هياخد بطوله فانا التارجت بتاعي ان انا اخد البطوله فمهما كانت الظروف مختلفه غير عادله انا ما ينفعش اطرح فكره الانسحاب لان لها تبعات يعني اسوأ بكتير من ان انا هلعب المباراه حتى لو في ظروف غير عادله وبالتالي انا ضد فكره الانسحاب تماما خالد لا طبعا فكره من وجهه نظري كارثيه بكل ما تحمله كلمه معنى اولا استدعاء موقف والقياس بيه على موقف اخر لا كل واحد ده ظلم بين
اولا احنا انسحبنا من قبل ما البطوله تبدا وقت قرار الكابتن صالح سليم في ثانية ده كان وقت، ثم ما كانش فيه في الاعتبارات زي دلوقتي لا الاسباب التسويقيه ولا نادي اكتر تتويجا على مستوى العالم ولا كل ده، ما كانش بيضيف ولا نادي القرن ولا مكافئات حتى لو لسه بعيد ولا الملايين ولا انا كابتن اسلام انا نادي مختلف، انا مش نادي بصرف تقريبا 200 مليون في السنه ما اعرفش موردهم منين علشان في الاول وفي الاخر انافس على دوري، ده مش الاهلي بس، انا ما بتكلمش على اي منافس ليا محلي، لا في كل دول في كل قاره انا ليا تارجت معين، باخد من افريقيا فلوس كده، باخد من كاس العالم كده، باخد نظير عقد الرعايه اني بشارك في افريقيا واني باخد افريقيا العالم. وان المرشح دائما في افريقيا واني مرشح دائما لبرونزيه كاس العالم، فده بيزود قيمه التسويقيه. فانا اجي بايدي اسيب كل ده علشان يعني انا بدي الناس السلاح اللي تضربني بيه علشان قرار الناس شايفاه ان هو هيحفظ هيبه الاهلي، لا الانسحاب عمره ما كان حفاظ على هيبه نادي ابدا، حتى لو كلنا كنا عارفين ان هي مسرحيه هزليه، مسرحيه معاده، واحنا عارفين وقلنا للناس كلها ان احنا عارفين، بس انت لا تملك خيار الانسحاب اطلاقا. طيب حكم، وبمناسبه هو برضو خالد بيتكلم بيقول ده احنا عارفين ان هي مسرحيه هزليه، على فكره هي قد تكون مسرحيه هزليه عشان بالعكس علشان يزقك للانسحاب ويبعدك عن وجهه نظر اللي هي العكس. اولا فكره الانسحاب دي فكره طبعا يمكن غير مقبوله عند كل العاقلين اللي بتتناول الموضوع وعارفه اهميه كره القدم، بالنسبه لان كلنا عارفين المسابقات المحليه مع كامل الاحترام ليها هي كل المكسب اللي فيها بتؤهلك لانك تشارك في البطولات، لان حاليا المورد الرئيسي لكل العاقلين الفكره خد بالك لكل العاقلين اللي هي المكاسب الماليه اللي بتجي لك من دور الابطال افريقيا ثم المونديال، ده حاليا المربح بالنسبه لك. بس في حاجه مهمه جدا لازم اداره النادي الاهلي تشتغل عليها الفتره اللي جايه، خطاب شيك يتبعت للاتحاد الافريقي لو سمحت ابعت لي لائحه واضحه ثابته لدور الابطال او الكونفدراليه، ابعت لي حضرتك انا لما احب اشتكي من التحكيم اخاطب مين، لما احب اشتكي لجنه مسابقات اشتكي مين، لان انا بقول لك معلومه واتحدى مفيش لجان في الكاف بتنعقد، كل اللجان من اوروبا اللي بيدير الكاف ثلاث اشخاص هم بدرس موتسيبي فيرون اللي هو السكرتير العام وفوزي لكجع، مفيش اي حد تاني بيدير الكاف ولا حد يعرف حاجه عن اي حاجه، كل رؤساء اللجان ما بتنعقدش. فابعت لي ابعت وفي الاخر يقول لك انت بلد انت المقر المقر لا عندك انا بقول في الاخر تتهم بده ده المفروض وتتهم انك بتجامل بسبب انك موجود بلد المقر المقر عندي ده اتهام ده بيقول لك ان انت بيتم تسهيل ليك طول ميزه يا فندم ميزة. ده ميزه ده يا فندم احنا 2007 دي اقول ايه بس يمكن عشان الواحد بقى ماشي اهميه الخطاب ده ليه انت بتاخد ورقه في ايدك من بدري من بدري اديني ابعت لي لائحه عشان ابقى عارف في تقديم ولا مفيش ومين اللي يقدم، لان المفاجاه اللي الناس كلها سايبه الموضوع الاساسي هو مين اللي قدم الثلاث ملفات بتاع دوري الابطال الافريقي، مين اتحادات يبقى ده مش موضوع اتحادات بس، مين السنغال المغرب مين السنغال من جوه المكتب مين السنغال اوجستين سينجور النائب الاول رئيس الكاف وعضو المكتب التنفيذي لفيفا من جوه المكتب يعني. من جوه المكتب نيجيريا بينك عضو المكتب التنفيذي للفيفا ورئيس الاتحاد النيجيري وفوزي لكجع النائب الاول للكاف وعضو المكتب التنفيذي للكاف والفيفا للكاف والفيفا يقصد انهم اللي عارفين بباطن الامور يعني دول اللي عارفين بباطن الامور دول اللي قال لك قدم. فحضرتك انا هطلب من دلوقتي لائحه واضحه ومحدده بكل التواريخ والمواعيد الخاصه بدور الابطال او الكونفدراليه عشان برضو الكلام ما يبقاش للاهلي بس يبقى الكل قبل نهايه الموسم يعني. تبقى سواب حاجات ثابته يعني قول لي المكافئات امتى، قول لي انا احب اخاطب لجنه الحكام اشتكي على حاجه معينه ابعت لي مراسلات معينه تبقى واضحه لان انا بقول لك مفيش تجمع تنعقد في الكاف وده كان على مستوى مفيش لجان بتنعقد لان كل اللجان حاليا ماسكه ناس من اوروبا واللي بيدير الكاف ثلاث اشخاص بس. محمود اعرف رايك برضه بص يا كابتن اسلام الانسحاب يعني فريق بيبحث عن منافسه ريال مدريد على الاقصى تتويجا في العالم ينسحب؟ ده انا بصدق اخد بطوله عشان اقرب وانا بنافس الكبير بتاعنا جزء من الحزن بتاعنا ان احنا ريال تو أيوة واحنا بالظبط انا بنافس كبير اوروبا وكبير العالم انسحب واترك البطوله ثلاث سنين زي ما عمر بيقول وعقوبات ماليه اقل حاجه كمان ده ممكن ما تضمنش هو هياخد قرار ايه اصلا ومش هيطبطب عليك بالمناسبه يعني ده يلا بقى يبدو ان الاهلي عامل لهم ازمه نفسيه فمش هيطبطب عليك ما انا بقول لك هو انا بشوف ان المسرحيه العكس بالظبط والله مش المسرحيه الناس انت كنت تنسحب من الماتش ده المسرحيه انت كنت تنسحب علشان يعمل فيك كده يخلص منك
بص يا كابتن اسلام، اللي على البر عوام، صح، من يطالب بالانسحاب الفرجه غير الاداره طبعا. اللي بيقعد على كرسي مجلس الاداره كرسي حساس جدا، قرارات حساسه ومصيريه. صحيح الكابتن صلاح سليم اتخذ قرار تاريخي، لكن الظروف زي ما خالد بيقول غير الظروف تماما تماما. اولا المكافئات ما كانتش تذكر بالوضع الحالي، قيمه الاهلي كمان بتتزايد بشكل كبير جدا. احنا كنا في ابو ظبي في كاس العالم اللي فات كابتن اسلام، لا الاهلي له مكانه كبيره جدا. تضيعها ولا خسرنا يعني، ولا انا لا مش مطالع بعلم الغيب، بس الكابتن صالح سليم لو كان يعلم ان هناك نادي القرن كانش عمل كده. طبعا ازاي هياخد انا افكر والقرار اللي انت اخدته ده انك تستمر في البطوله ده مش عشانك انت دلوقتي، عشان ان شاء الله باذن الله يعني اكيد كلنا مش كل موجودين في القرن الجديد، يعني القرن الجاي هيتقال انك في اول 20 سنه خلصت الواجب اللي عليك. فما ينفعش انك خدت قرار ويتقال ساعتها انك خدت قرار بعد ما انت كنت بعيد عن كل الناس، اخدت قرار خليت كل الانديه الصغيره والانديه المتوسطه ان هي تحاول تقرب منك علشان قرار انت اخدته في لحظه كنت بتحاول تثبت فيها كبريائك. النادي الاهلي لا يحتاج اثبات كبرياء من حد، الناس كلها ارقام، الناس كلها والقاره كلها تآمرت على النادي الاهلي فقط عشان يخسر مباراه، فقط عشان يخسر مباراه. انا بس كابتن اسلام تعليق اخير اتفضل للجمهور والمحب والعاشق للاهلي واللي ساعات بينتقده حبا فيه. طبعا طبيعي. الرجاء الوحيد قبل ما تنتقد اسال نفسك السؤال، لو انا المكان اعمل ايه؟ هل اللي انا عاوزه ده هيكون في صالح الاهلي؟ الانسحاب هيكون في صالح الاهلي؟ بالتاكيد هجاوب اقول لا، يبقى ما طالبش المجلس بيه. انا جبت صوره للكابتن خطيب، انا برضو ما اعرفش ايه اللي ممكن يحصل، والموقف الرسمي للنادي واضح. هات لي الصوره تانية يا سمير لو سمحت. الموقف الرسمي للنادي واضح، هو اتقال امبارح ان في قد يكون هناك اجتماع مرتقب لمجلس الاداره او اجتماع طارئ لمجلس الاداره. صحيح. علشان يتم اتخاذ فيه قرارات معينه. طلع بيان من النادي الاهلي مثلا في حاله زي دي المفروض انا اطلع اعمل ايه؟ هتقول بيان؟ ما انا لازم اقول بيان يعني ماشي. صحيح. طلع بيان من النادي الاهلي اتقال في ايه؟ اتقال يا جماعه ان ما حدش بيفكر في اجتماعات مجلس اداره قريبه ولا بتاع ولا اي حاجه. فانا بصراحه افتكرت الصورتين دول، اي حد يشوف الصورتين دول زي ما انا قلت في البدايه الصوره اللي فوق تقريبا هي الصوره اللي تحت. ما الصوره اللي فوق دي القاره كلها دفعت ثمنها كام سنه قدام؟ ما هو ده اللي انا قلته. ما هو ده اللي انا بقوله، وخلي بالك ده بص كابتن خطيب فوق وبص كابتن خطيب تحت، تحس ان الصوره يعني هنا لابس كرافته وهنا مش لابس كرافته، ده الفرق في الصوره. نفس التعبير بالظبط. والوزير العام فاروق برضه نفس الكلام. لسه كنت هكمل لك، ما هو انا والوزير العام فاروق شوف هو هنا باصص يمين وهنا بس نفس التعبير بالظبط. هنا ما خسرنا من سان داونز وطلعنا من دور الثمانيه على ما اتذكر في 18 19 وهنا امبارح في النهائي الافريقي. انت حضرتك زعلان اللي حضراتكم شايفينه ده او تعبير الحزن الشديد جدا من الكابتن خطيب ومن الوزير عمرو فاروق ده علشان حضرتك خرجت من النهائي. بالظبط. النهائي الثالث على التوالي. النهائي الثالث على التوالي. الفرق الوحيد اللي بيننا كابتن. اكمل النقطه دي. ما خرجتش من اي من دور ال 32 ولا طبعا. من ال 16 ولا من دوري المجموعات كمل ولا كمل. من كمل ولا من بقيه ولا الدور اللي قبل، لا من الدور النهائي. صحيح. النهائي الثالث على التوالي. لا ده نقطه مهمه على التوالي. فحاله الحزن اللي حضرتك شايفها فوق هي حاله الحزن اللي حضرتك شايفها تحت عشان خرجت من المباراه النهائيه. تعالى يا سمير قول لي يا خالد عايز تقول ايه. الفرق الوحيد بين الصورتين ان انت فوق معترف انك خسرت كوره، انما تحت انت ما خسرتش كوره بس. والنبي عشان برضو لا في جزء بس انا قلت بس يعني لا احنا خسرنا كوره طبعا طبعا كان في اخطاء لان في النهايه فنيه طبعا. الروح في الوداد امبارح كمان كانت مهما خليني اقول لك اتكلم بمنتهى لا هو كماتش كوره ماتش كوره لكن برضه ما تسالنيش عن ماتش الكوره وتجيب لي اللي قبله. عندك تاكيدا على كل الكلام ده، انا تليفوني لو فتحته لك تشوف رسائل من امبارح للنهارده من مسؤولين في اوروبا ومن جنسيات مختلفه بيتكلموا على حته الاوفير بالمناسبه يعني عشان بس ما حدش على فكره. طب ممكن المباراه دي ده حصل فعلا. لا انا اقصد ان المباراه دي كان ممكن تبقى في ملعب اخر وتتغلب ممكن عادي جدا دي كوره ما هي كوره بس اخد حق. بعض الناس يا كابتن اسلام اخيرا كانت بتلوم عن عدم علم عن عدم علم. الاهلي ازاي ما طلبش هو ما طلبش ينظم يعني مش النادي. هو انت عندك شك ان الاهلي لو يعرف ما كانش هيقدم؟ انا بس هنا ما فيش
فيش درج. أيوة فين لو في درج؟ بس هنا ما كانش في درج والله. عارف الاهلي لو يعلم يا جماعه شباب النبي بيعملوا لنا درج هنا عشان احط فيه الجوابات لما تيجي. والله فكره كويسه عشان ابقى احط فيه الجوابات عشان لما محمود ولا خالد ولا عمر ولا حكم يجي يتكلموا اطلع الجواب واطلعه في الوقت اللي انا عايزه. وما طلعوش ودون الاتحاد الافريقي يا كابتن وانا اقدم لكم كل سنه. خلينا نطلع فاصل وبعد الفاصل هنرجع نكمل محاضرتكم. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. المرحله القادمه وكيفيه تعامل النادي الاهلي مع المرحله القادمه يا عمر. المرحله القادمه محتاجه اعاده صياغه في علاقه الاهلي باتحاد الكره المصري وبالكاف. لابد ان منظومه الكوره ما فيها تسلسل. انا ما اقدرش اشتغل لوحدي وما اقدرش اتخطى اتحاد الكوره في تعاملي مع الكاف ومع الفيفا. وهنا المعضله، لو انا بعتمد على النادي الاهلي بشكل مباشر فانا مش هبقى قلقان، لكن اكيد هيبقى عندي تخوفات واكيد هيبقى عندي قلق لما الاقي ان انا علشان اخاطب الكاف لازم اخاطب اتحاد الكره المصري وهو يخاطب الكاف، او اخاطب اتحاد الكره المصري عشان يخاطب لي الفيفا. بعد اللي شفناه الفتره اللي فاتت، لا اتحاد الكره كمان يعني في حاجات كده صغيره يا كابتن اسلام بس مهمه. الله يرحمه كابتن سمير زاهي. كابتن سمير ما كانش عمره تحصل معاه مشكله. على راي الكابتن خالد بيومي اعتقد هو اللي كاتب التويته دي، فكرنا بالعظيم الراحل، راجل محترم الحقيقه. لا وكان كان ما كانش تحصل عنده المشاكل دي ابدا. دور في يعني امور كثيره. لكن في نقطه مهمه قوي، يبدو ان هناك شخص ما او افراد ما بدون تسميه اسامي قافلين المفتاح شويه بتاع الفيفا على اتحاد الكره المصري. الفيفا والكاف يعني، بس خليني في الفيفا تحديدا عشان في حاجه هقول لك عليها حصلت خلتني استغربت شويه. اتفضل. فعليا احنا بنتكلم عن اتحاد الكره عنده مجلس محترم جدا منتخب موجود شغال في الوقت الحالي برئاسه الاستاذ جمال علام. لما تشوف انه جياني انفانتينو كان موجود في باريس الفتره اللي فاتت وحضر المباراه النهائيه لدوري الابطال وكده، لكن كان في حدث تم دعوه اكثر من 20 رئيس اتحاد من اللي تم انتخابهم مؤخرا خلال الثلاث ايام اللي فاتوا، تم دعوتهم للقاء انفانتينو لمناقشه برنامج الفيفا فورورد والكره النسائيه وتطويرها ويطوروا مسابقات الفيفا ازاي. وتم في مكتب الفيفا الجديد في باريس منهم ياسين ادريس ديالو اللي تم انتخابه مؤخرا قريب من شهرين تقريبا او من شهر رئيسا للاتحاد كوت ديفوار. ازاي مصر مؤسسه الاتحاد الافريقي واتحاد الكره المصري اللي متاسس من سنه 21 وعرقته التاريخيه دي كلها وما يكونش مدعو في وسط الناس دي؟ يعني هنا لسه السؤال برضو نفس بالظبط. فهنا انا عايز اشوف اتحاد الكره لازم يبتدي هو يفكر انه يخبط على باب الكاف والفيفا. لازم اتحاد الكره المصري يبقى عنده كوادر. شوف المغرب عندها كوادر جوه الكاف، ما ينفعش ان انا يعني لازم اتحاد الكره يبتدي يشتغل على الملف ده حالا. بس انا برضو يا كابتن اسلام كاعلامي برضو اتفضل يعني اتفضل المفروض اسال على دور ابن بلدي مهندس انا مريدي. اوكي لازم اسال عليه. انا واحد من الناس لازم اقول هو ليه السنغال وليه المغرب وليه نيجيريا عرفوا ان في تقديم لنهائي افريقيا وانا ما عرفتش. اوكي مع ان انا عندي عضو مكتب تنفيذي وعضو مكتب قديم. انت هنا هتروح للمهندس هاني ولا هتروح لاتحاد الكوره؟ ما هو لا ما هو معلش خلينا نتكلم. هتروح للمهندس هاني؟ ما هو اتحاد الكوره دول لسه جمال عبد الحكيم كان بيقول الاتحاد السنغالي على فكره كان الموقف ده وقت الاستاذ جمال علام عرف عن طريق سنجور. الاتحاد السنغالي عرف وقدم عن طريق سنجور. مظبوط. والاتحاد النيجيري عرف وقدم عن طريق بينك والاتحاد المغربي طبعا عرف. اصل لازم واحد يكون فاهم الطبخه جوه. عرف عن طريق مين؟ عرف عن طريق فوزي الاخضر. طب معلش يا استاذ خالد، معلش كنت اسمع لك على حاجه. لا حاجه واحده. هل حضرتك تعلم مثلا المهندس هاني قال لاتحاد الكوره مثلا ولا لا؟ انا ما اعرفش. طب انا هقول لك على حاجه، معلش هقول لك حاجه صغيره جدا. لازم اتحاد الكوره يعني الجواب دخل الدرج. انا بقول لك عشان كده عايزين نعمل. انا ليه قلت الجمله دي يا كابتن؟ طب انا بس ما كملتش. هوضح لك الجمله. هوضح الجمله دي. تعال نفترض يا كابتن، ليه بوضح لك ان انا قلت الثلاثه دول هم عالمين بواطن الامور والمفروض. انا مش معترض. لا انا هقول لك ليه. انا بس بقول لك وجهات النظر الاخرى. لازم اكمل. هقول لك الجمله دي. تعال نفترض اتحاد الكوره خد خطاب الضمان للحكومه وقدم ال 23 صوت اعضاء المكتب التنفيذي للكاف برئيس الكاف، كم صوت هتاخد منهم لو الراجل اللي عالم باطن الامور مش هيديك؟ عشان كده هتاخد ولا صوت. عشان كده قلنا ايه؟ الله يرحمه كابتن سمير زاهي. بس فهمت انا بنقول الله يرحمه. انت لو قدمت مش هتاخد صوت. هجاوب على سؤالك. اكمل. اتفضل انا مش هنسى. جزئيه المكتب التنفيذي دي قلنا ماشي ليها تخريج. طب ما هو برضو الكلام اللي قال عليه عمر، هو ليه المهندس ابو رده ما بيقولش للنادي الله امال مصر فين؟ ما دعتوش مصر ليه؟ ومن قال لك؟ معلش ما انا هنا برضو لو انا مكان حد بيحب المهندس هاني برده هيسالك هيقول ايه؟ هيقول لك طب ما هو انت مش عارفك ان هو ما قالش ماشي خلاص. لا انت عندك معلومه. اوكي انا ما عندي مش يعني هيقول. مش هيقول
ما قالش مش هيقول. اوكي دي وجهه نظر تمام. لا انا يعني مصدقك على فكره انا لا انا مش بقول لحضرتك ده للي بيسال بقى يعني للي خلي بالك هي دايما هتلاقيها راحه في هذا الاتجاه. انا دايما بحب اخد الوجه النصف الاخر ده لازم يا كابتن لازم علشان المشاهد اللي بيتفرج على حضرتك يفهم ما يبقاش بقى احنا ماشيين ضد حد بالظبط. لا انا مش ضد بس يا كابتن اسلام المنطق والعقل تمام لما تحب تخاطب حد عد الكلام على عقلك قبل يعني انا اقول لك كلام مش شرط انك تصدقه بس عديه على عقلك. اوكي الازمه المولعه دي كلها المهندس انا برضه ما طلعش بتصريح. طب قول لنا يا باشمهندس لو سمحت إيه صح. لو سمحت قول لنا دلوقتي حصل تصويت ولا ما حصلش؟ ما حدش عارف. طيب كان قدم السنغال ونيجيريا ومصر ولا والمغرب ولا ما حدش قدم؟ لا والمغرب لوحدها. لا ده قرار من الاتحاد الافريقي فوز الأول. يعني فوز الاخضر قال لك تصويت فوز الاخضر قال لك حصل تصويت. الاتحاد الافريقي قال ايه في لما رد على الاهلي؟ قال لك لا ما حصلش ده السنغال انسحب. طيب اذا هو تضارب انت حضرتك قول لي اطلع قول لي الوضع ايه. مش انت جوه المكتب التنفيذي مش انت صوتت المغرب وقلت انا صوتت المغرب عشان 1 2 3. طب قول لي هو ما نطقش في الموضوع ده خالص ما ردش عشان كده التحيه للاجع عشان كده التحيه للاجع اوكي كل التحيه للاجع. هو عمل لخدمه بلده هو راجل يولع على فكره انا لسه حتى كنت بفتح دلوقتي وقريت اللي هو تصريح برضو على كره بلس يعني اتقال في هذا الامر انه الاتحاد المغربي هذا ما قاله لقجع عن الانديه المصريه ولم نشكك في اي بطولات للكره المصريه. محمد مقروف كشف المتحدث الرسمي للاتحاد المغربي لكره القدم كواليس مثيره عن مباراه الاهلي والوداد وقال حقيقه تصريحات هجوم فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكره القدم عن الانديه المصريه وقال في تصريحات تلفزيونيه ذهب اللقب بالامس لمن يستحق وجهه نظره وبسؤال عن منح الاهلي عدد 2500 رد قال تم الاتفاق مع السفاره المصريه في المغرب ان اي مصري ياتي الى المغرب من اي دوله يحصل على تذكره المباراه وكانت التذاكر توزع مجانا على عكس الجماهير المغربيه. طبعا اي كلام مش اي كلام المعلومه ولكن يعني حتى لو كده ما هو ما ردش كل واحد بيبرر ما ردش كابتن اسلام عندك على المشهد بتاع مجلس الاداره ما حد لسه هنشوفه. يا ريت واضح سبب تواجد محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي في التواجد اللي انت بتتكلم فيه ده مع اعضاء البعثه وتقال محمود الخطيب حب الجلوس مع افراد البعثه المصريه في المدرج في المدرج او بيتكلم على انه قعد في الصف الثالث اللي هو ورفض في نهائي دوري الابطال وتطرق الحديث برضه نقاش عن تصريحات فوزي لقجع وقال لم يدلي باي تصريحات لاي جريده جزائريه وبالاخص جريده الشروق مش هو احنا قريناها في جريده الصباح هي الشروق نفسها كانت بنقل عن الصباح يعني هي الشروق نفسها كانت بنقل عن الصباح فرت بقى حتى في النفي نعم فرت بقى حتى في النفي يعني مش ممكن يعني ما هو برضه ما انا لازم اقول الكلام انت فاهم يعني طبعا يعني لازم اقرا كلمتين تاني صيغه نفي النهارده وكل صيغه فيها كل صيغه سكتت كل صيغه فيها نف فيها تاكيد لما تاكيد ان في كلام اتقال يعني بيقول لك انا ما قلتش للشروق هو الراجل قال انا قلت عايز حياته بس عموما برضو محتاج اعرف من حضراتكم وسريعا جدا يا عمر يا خالد يا حكم يا محمود عايزين برضو نعرف كلمات اخيره للجمهور وللاهلي وللنادي الاهلي فيما هو القادم لان هو القادم هو الاهم. يعني انا رايي انه النادي الاهلي بنفس هذه التشكيله من اللاعبين وبهذا المجلس وفي وجود الكابتن محمود الخطيب حصد كل بطولات الكوره الممكنه وبالتالي انا ضد اي تسرع او ضغط. الجمهور من حقه يقول كل اللي هو عايزه ومن حقه ينتقد طبعا. وانت خسران نهائي فلازم تستوعب كل الانتقادات لكن في النهايه انا ارى انه لابد يكون في نوع من انواع الهدوء وان انا افكر في اللي قدام اللي جاي انا هعمل ايه على مختلف الاصعده فنيا في بطوله الدوري وفي البطولات اللي انا هدخل فيها واشارك فيها بعد كده والناحيه الاداريه انه انا هعمل ايه مع الكاف ومع اتحاد الكوره الفتره اللي جايه هو ده الاهم لكن الهدوء هو المطلوب في الوقت الحالي. خالد طبعا هاخد من كلام عمر الهدوء ولكن برضو المصارحه يعني احنا لازم في الغرف المغلقه نقعد ونتكلم مع بعض ونشوف اخطاء اللعيبه كانت ايه. ده بيحصل ده يعني ده اصل انا برضو ما هو انا عندي مشكله انا اسف ان انا هقطع بس هخليك تكمل لكن انا عندي مشكله في هذا الامر هو انا كمدير فني او انا كمجلس اداره انا اسف هو مش من حقي ان انا اقول للمدير الفني انا خسرت نهائي دوري ابطال افريقيا فهل مش من حقي ان انا اقول للمدير الفني تعالى انت خسرت نهائي دوري ابطال طبعا وبيحصل طبعا يعني لا اصل هو الاخبار اللي عماله تقول لك كذا وفي ايه طب هو على فكره ده لازم يحصل صحيح مش مثلا ده فكره والاكتر من كده كابتن طبيعي ان الناس تسال موسيماني مكمل ولا مش مكمل برافو عليك انت خسرت نهائي دوري ابطال افريقيا اكبر بطوله قاريه طبيعي الناس تسال برافو عليك وطبيعي انك تتعامل مع السؤال وطبيعي انك تتعامل مع الاخبار وطبيعي انك تحدد خطتك لان الوقت على فكره الوقت مش في صالحك على فكره لو انت بتفكر في دوري بتفكر في الكاس بتفكر كاس القديم والكاس الجديد
بتفكر في ده قصه ثانيه. بتفكر في ثلاث بطولات في شهرين دوري ابطال افريقيا. ما هو في النهايه للاسف وضع الجدول المصري بيخليك انك لازم تبص للموسم الجديد وانت في نص الموسم. الجدول اللي هو 30 8 اللي هو ده مش هيخلص 30 8 كم 80. ما هو انت لو بتفكر على سبيل التعاقدات مثلا في الاجانب والكلام ده كله إيه؟ انت لازم تبدا تتكلم من اول 6 لان كل الناس فاضيه دلوقتي من اول 6 وكل لاعب اجنبي مثلا بيدور عايز يشوف هيروح فين. وبالتالي انك لو عايز تدور على حاجات متميزه لابد انك تشتغل عليها دلوقتي. فاللي هيعمل ده هو المدير الفني فلازم تحسم امورك. اكيد انا ما اتكلمش على ان موسيماني او عندي معلومه ان موسيماني انا بتكلم على وجهه نظرك لكن الموقف الرسمي للنادي الاهلي واضح. طبعا واضح من النادي الاهلي اعلن امبارح ان مفيش مناقشه وان مفيش اي شيء انما لابد انك سريعا تحدد احتياجاتك وتشتغل عليها وتشوف احنا النقص كان عندنا فين وكان عند العناصر اللي لم تتأقلم عشان احنا لسه في وسط الموسم لابد احنا نتكلم عنها بالشكل ده. لم تتأقلم مع النادي الاهلي لابد انك تعرف هتعمل معاها ايه العناصر الواعده تشتغل عليها ازاي الجهاز الفني لو في اي امكانيه لو في اي انا وجهه نظري الشخصيه لابد ان يكون في معد نفسي للاعب النادي الاهلي ده لازم مش وجهه نظري الشخصيه ده لازم كلنا واحنا اتاخرنا فيه كتير. لا هو كان في ده من ايامنا احنا أيام لما احنا كنا بنلعب ومشي لما حصل لا جه بعديها برضو بس انا بوريك ان يعني لا من ايام ما انا كنت بلعب جه دكتورين فعلا جه مرتين ولا بس وقت بس ما يعني. كملوش كتير تمام فاتمنى ده اتمنى حاجه ثانيه لا انا حاجه صغيره جدا للجمهور انت من حقك تزعل من حقك تنتقد لان انت اللي صاحب يعني انت العنصر الوحيد في المنظومه اللي مش مستفيد غير حبك للنادي مزبوط. تمام من حقك تنتقد من حقك تعمل اللي انت عايزه لكن في حدود. الجمهور جمهور الجمهور لا يدير سيب اللي يدير هو اللي عارف اهل مكه ادرى بشعبها ومن حقك انك تحاسب يعني من حقك انك تحاسب اخر الموسم انت اللي بتعلي وانت اللي بتنزل وانت اللي بتنزل انت بتقول انت دخلت 6 بطولات السنه دي خسرت منهم دوري الابطال لسه فاضل لك 3 بطولات تمام 4 بطولات اخر الموسم نحاسب. فالجمهور حقك تنتقد لكن سيب اللي بيدير هو اللي يقود ما تضغطش عليه كفايه الضغوط اللي حواليه سيبه يشتغل وما تضغطش عليه. محمود انا هختم بجمله بسيطه ان احنا نفس سياسه النادي الاهلي نفس السياسه غلق الملف وفتح ملف اخر حتى لو كنت كسبت كنت هتعمل كنت هتقول هذا الكلام بالظبط كده بالظبط كده الاستلام ده نقطه مهمه. الاهلي في 2005 و2006 كسب دوري ابطال افريقيا وحرم من الثالثه في 2007 بيتكرر نفس المشهد 2020 2021 وبيحرم من 2022 ربما يكون ده دافع لفريق الاهلي انه يحصد الثلاثيه القادمه رغما عن انف الكاف ورجاله ومسؤوليه اللي مصرين طول الوقت ان هم يجاملوا فرق على حساب اخرى وربما منتخبات على حساب اخرى ويديروا المشهد كاملا من الرباط. فالاهلي امامه تحدي جديد اسمه الثلاثيه القادمه. من وجهه نظري ان ده هيكون اكبر تحدي للاهلي وجهازه ومجلسه انه يفوز بالثلاثيه القادمه ان شاء الله. معلش يا كابتن سامر لما تقفل التصريحات اللي اتقالت نفت نزلت حالا تاني على موقع البطوله موقع وجريده البطوله المغربيه ده احد أكبر اقوى واكبر المواقع في المغرب نازله يعني بالنص تاني قوي. وتاكيدا بعد ما نفوا نازله بالنص تاني حالا من 10 دقائق. لان في الاول وفي الاخر مش فوز الاقجع هو اللي نفى. في ناس بقول لك نازله على موقع البطوله من هنا اكبر اهم في ناس من هنا اكبر اهم هي اللي المواقع استدعت الرياضيه في المغرب في ناس من هنا هي اللي استدعت النفي ده. ادينا بنشوف الحل وادينا بنشوف الامور والحمد لله كل حاجه بتظهر امام حضراتكم ويعني ما بس عشان ما يقولش امثله صعبه جدا واحنا على الهواء. عموما اتخيل ان القادم افضل من اللي فات كمان. كرة القدم دائما ما بيكون فيها وانا قلت لحضراتكم قبل هذه المباراة قلت لكم يا جماعة احنا عندنا نتيجتين في المباراة دي لا قدر الله الهزيمة والفوز. لو كنا كسبنا زي ما محمود قال كنا هنعمل ايه؟ كنا هنقفل برضو الملف هذا الملف تماما النهاردة كنا هنفتح الملفات القادمة بقى الدوري او الكاس او 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 كاسين يا كابتن او الكاسين معلش مفيش حد مفيش حد والله محدش بيعمل كده مفيش حد ما بيغلطش ولكن محدش بيلعب كاسين هم مش كاسين هم اربعة لان في سوبر برضه سوبر محلي ما انت كاس سوبر محل سوبرين بقى ده كاس غريب. عموما يعني نتمنى يا رب
بكل التوفيق للنادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه، سيظل دائما او سنظل دائما في ظهر نادينا، هننتقد ونقول ان اسلام وحش او علي كويس او محمد وحش او محمد كويس، لكن في النهايه كلنا غرض واحد فقط وهي مصلحه النادي الاهلي. الصوره اللي حواليها لحضراتكم دي بالنسبه لي وبالنسبه لكثير من المتابعين لموقف ومواقف مجلس إدارة النادي الأهلي خلال الفترة الأخيرة هيعرف تماما ماذا تعني هذه الصورة في الفترة القادمة. يا رب كل التوفيق للنادي الأهلي. أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. قبل ما أشكر زمان آسف جدا معلش، بس هو النهاردة يوم صعب شوية، لكن في النهاية أنا بشكرك جدا يا عمر، استمتعت بوجودك معايا. بشكرك جدا يا خالد، استمتعت بوجودك معايا. شكرا جزيلا يا حكم، استمتعت بوجودك معايا. شكرا يا محمود، استمتعت بوجودك معايا. شكرا جزيلا لزمايلنا النقاد الرياضيين الكبار. أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. غدا حلقة جديدة من البيت الكبير.